النهاردة معانا حكاية جديدة، يلا بينا عشان نحكيها. كان يا مكان في وردة جميلة قوي وبتفتخر بجمالها قوي قوي، بس كانت في حاجة واحدة بس اللي مضايقاها، انها موجودة جنب صبار شكل وحش قوي وما كانش عاجبها. كانت كل يوم الوردة الجميلة تتنمر على شكل الصبار وكانت بتقول له يا وحش انا احلى منك، والصبار عمره ما رد عليها. الورود اصحابها قالوا لها كده عيب، التنمر حاجه وحشه، لكن الورده الجميله كانت بترفض كل كلامه عشان كانت مغروره شايفه نفسها اجمل واحده في الحديقه. مرت الايام والصيف جه والدنيا بقت حر، وبير الميه اللي كان بيروي الورود الميه فيه خلص، والورده الجميله بدات تدبل وشكلها بقى وحش وبدات تزعل قوي على نفسها. وفي يوم من الايام الورده لقت عصفوره بتحط منقارها في الصبار عشان تشرب شويه ميه، وقالت الورده انا ليه ما اطلبش من الصبار شويه ميه صغيرين اروي بيهم عطشي. الصبار وافق على طول من غير ما يفكر، مع ان الورده كانت دايما تتنمر عليه. الورده كسبت اول من نفسها ومن اللي كانت بتعمله، وبقت هي والصبار صحاب قوي، والورده بطلت تتنمر على حد وعرفت ان ما ينفعش انها تحكم على الناس من شكلها، ولازم تعرفهم كويس الاول. ودي كانت حدوته النهارده، مع السلامه.